بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في شرح هذا الكتاب، فأهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قبل أن نبدأ بقراءة المتن فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن فضل الدعاء، يزهد كثير من الناس بالدعاء ولا يتحينون الإجابة، فما فضل الدعاء في الإسلام وما هي آدابه مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، بل سماه الله عبادة كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي يستكبرون عن دعائي. فسماه عبادة وتوعد من استكبر عنه واستغنى عنه بالوعيد الشديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وهي أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على عظم الدعاء ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وحاجة الخلق إلى ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الدعاء: وإن شاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. نعم، هذا نوع من أنواع الاستفتاح في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. وردت أنواع من الاستفتاحات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها ثابت عنه، فأي نوع من أنواع الاستفتاح أتى به فقد أتى بالسنة، ولكن الغالب أن هذا الاستفتاح يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين. نعم، وكذلك كما يسن أن يستفتح صلاته بهذا الدعاء، يسن أن يستفتح تهجده إذا كان يقوم من الليل ويتهجد. التهجد هو القيام بالليل، القيام بالليل تعبدا لله، ومستحب، وهو دأب الصالحين قبلنا كما في الحديث. فيستفتحه بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، إلى آخر الحديث. نعم. وأن يكون له
تطوع يداوم عليه. استحب أن يكون له تطوع من الليل يداوم عليه، يداوم عليه، ولا يفعله تارة ويتركه تارة، أو يطيل ويكثر في بعض الليالي ويترك التهجد في بعضها، فيعتدل في تهجده بين الإطالة والتخفيف والتقليل، يعتدل ويداوم على ذلك. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما في الحديث. نعم. وإذا فاته قضى، إذا فاته قيام الليل نام عنه أو انشغل عنه، فإنه يقضيه في النهار ما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها إلى دخول وقت الظهر، كل هذا وقت لقضاء قيام الليل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل قضاه في هذه الفترة ما بين ارتفاع الشمس إلى قيامها قبل الزوال في وسط السماء، فكان يصلي يقضي، كان يقضي قيامه الذي كان يفعله بالليل إذا فاته، ولكنه يشفعه، يجعله شفعا. إذا كان يوتر بإحدى عشرة جعله ثنتي عشرة مثنى مثنى. نعم. ويستحب أن يقول ذلك عند الصباح والمساء. نعم، أن يقول هذا الدعاء عند الصباح والمساء، اللهم رب جبرائيل وإلى آخره، ويكون في ورده الصباحي وورده المسائي. نعم. وكذلك عند النوم والانتباه، وكذلك يأتي به عندما يريد النوم، ينام عليه على هذا الورد، وعند الانتباه من النوم يأتي به كذلك. نعم. ودخول المنزل والخروج منه، يأتي به أيضا عند دخول المنزل منزله وعند خروجه من منزله. نعم. وغير ذلك، وغير ذلك من الأوقات، كل ما تيسر له أن يدعو به فإن ذلك مستحب. نعم. والتطوع في البيت أفضل، التطوع في البيت أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره بذلك، يأمر أصحابه أن يصلوا صلاة الليل في بيوتهم ولا يأتون إلى المسجد ويصلون التطوع، لأن فعله بالبيت أفضل من فعله في المسجد، ليكون له أثر على البيت وعلى من فيه، ويطرد الشياطين عن بيته. نعم. وكذا الإصرار به. نعم، ويستحب الإصرار به، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص من الجهر بالدعاء. نعم. إذا كان مما لا تشرع له الجماعة، إذا كان هذا الدعاء مما لا تشرع له الجماعة، مثل القنوت في آخر التراويح في رمضان وفي آخر التهجد، هذا تشرع له الجماعة في المسجد فيفعله في المسجد. نعم. ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة، لا بأس بالتطوع، لا بأس بتطوع جماعة إذا كان هذا صدفة ولم يكن عن ترتيب، لم يكن عن ترتيب مسبق، وإنما اجتمعوا لأمر من الأمور في البيت، فإنهم يستحب لهم أن
يصلوا جماعة صلاة التهجد. نعم. ويستحب الاستغفار بالسحر. يستحب الاستغفار وهو طلب المغفرة والإكثار منه في وقت السحر، قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. نعم. والإكثار منه، والإكثار من الاستغفار في الأوقات المناسبة، يكثر من الاستغفار وهو طلب المغفرة لأنه بحاجة إلى ذلك. نعم. ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر. ومن فاته تهجده، لا، ومن فاته التهجد قضاه قبل الظهر. ومن فاته تهجده من الليل قضاه في الفترة ما بين ارتفاع الشمس إلى توسطها قبل الظهر في وسط السماء. نعم. ولا يصح التطوع من مضطجع. لا يصح التطوع من مضطجع إلا للمريض والعاجز فيصلي مضطجعا الفريضة والنافلة، ولا يترك التطوع وهو على جنبه، بل يأتي به ولو على جنبه، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيأتي بالتطوع إذا لم يقدر على الإتيان به قائما أو جالسا، يأتي به ولو على جنبه متوجها إلى القبلة، على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة. نعم. وتسن صلاة الضحى. تسن صلاة الضحى وهي التي يسميها الناس الإشراق، صلاة الإشراق، وهي صلاة الضحى، يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس إلى توسطها وقت الظهيرة، كل هذا وقت لصلاة الضحى. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. من خروج وقت النهي الذي بعد طلوع الشمس، وذلك بأن ترتفع قيد رمح، هذا خرج وقت النهي، فوقت صلاة يدخل وقت صلاة الضحى ويستمر إلى قبيل صلاة الظهر. نعم. وفعلها إذا اشتد الحر أفضل. فعلها إذا اشتد الحر يعني في آخر الضحى أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل، يعني تشتد عليها حرارة الأرض من الرمضة. نعم. وهي ركعتان وإن زاد فحسن. أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذه الدروس المفيدة للأمة والتي يتابعها جمع من المسلمين. شكرا لتواصلكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدروس المباركة. أشكر فريق العمل الذي قام بتسجيل هذه الدروس، كما أشكركم أنتم على تواصلكم مع هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله.